السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن المفعول معه للصف التاسع. ما هو المفعول معه؟ نتعرف اليوم على هذا المفعول. هناك عدة استعمالات للواو في لغتنا. تعلمنا في الدرس السابق استعمال جديد للواو وهو حرف العطف، وتفيد معنى الجمع والمشاركة. فهل هناك استعمالات أخرى للواو؟ لننظر الآن إلى الجمل الآتية لنتعرف على استعمال جديد للواو. الجملة الأولى: سافر الرجل وطلوع الشمس. متى سافر الرجل؟ مع طلوع الشمس. إذا الواو تفيد معنى مع. صاحب سفر الرجل طلوع الشمس. إذا الواو تفيد معنى مع وبمعنى المصاحبة. إذا الواو هون تفيد معنى مع والمصاحبة، لذلك سميناها واو المعية. الواو إذا هون هي واو المعية. الاسم الذي يتلو واو المعية هذا هو الاسم المنصوب، وهذا نسميه هنا المفعول معه. شو إعرابه؟ مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. دائما الاسم المنصوب الذي يتلو واو المعية هذا هو المفعول معه ويكون منصوب بالفتحة. ممكن تيجي طالبة تحكي لي: يا مس احنا رايحين نخربط ما بين واو المعية وبين واو العطف. في هناك عدة نقاط حتى أفرق ما بين واو المعية وبين واو العطف. أول إشي، أول نقطة، نطلع على الجملة الأولى، نحكي سافر الرجل وطلوع الشمس. يسبق واو المعية جملة فعلية، وجمل فعلية هون تامة المعنى. سافر الرجل فعل وفاعل، جملة تامة المعنى. إذا كان ما قبل واو المعية جملة تامة المعنى، هاي أول نقطة، يعني أول شرط نعتبره من شروط واو المعية أن تسبقها واو جملة فعلية، وقد تكون جملة اسمية ومبدأ وخبر، وقد تكون جملة فعلية فعل وفاعل مفعول بها أو فعل وفاعل. إذا أول نقطة، يسبق واو المعية جملة تامة المعنى. وما بعد واو المعية يكون اسم منصوب، منصوب بالفتحة. هذا الاسم المنصوب دائما يكون منصوب، وهذا هو المفعول معه. برضو في نقطة ثانية، نفرق ما بين واو العطف وما بين واو المعية. العطف يقتضي الجمع ما بين المعطوف عليه والمعطوف في الحكم، زي ما أحكي مثلا خلدت إلى الراحة والنوم. هنا الراحة مع الواو جاء أفادت معنى الجمع والمشاركة ما بين الراحة والنوم. الراحة هي المعطوف عليه والنوم هي المعطوف. لكن لو حاولنا أن مثلا نحكي خلدت إلى النوم، معناها تام؟ نعم معناها تام، لم يتغير عليها أي شيء، خلدت إلى النوم. هذا إذا كان المعنى تام واستغنينا عن الواو، في هذه الحالة تكون هذه الواو واو حرف العطف، لأنها فقط هي بفائدة معنى الجمع والمشاركة ما بين المعطوف عليه وما بين المعطوف. لكن لو حاولنا في الجملة هاي سافر الرجل وطلوع الشمس، خلينا نحكي سافر طلوع الشمس. طلوع الشمس، هل الطلوع هو يسافر؟ طلوع الشمس أو الشمس هل تسافر؟ الشمس لا تسافر. إذا هون هل فسد المعنى؟ نعم فسد المعنى. إذا هون بنعرف أن الواو هون واو المعية. إذا كان المعنى فسد أو اختل المعنى، وإذا كان واو الجمع يسبق واو المعية جملة تامة، تكون هنا الواو واو المعية. مفهوم؟ بضل نوضحها مرة ثانية بالجملة الثانية. جملة رقم 2، استيقظت ديمة وصوت المنبه. استيقظت ديمة وصوت المنبه. متى استيقظت ديمة؟ مع صوت المنبه. إذا وماذا أفادت؟ واو المعية وصوت. هل هي منصوب ولا مش منصوب؟ نعم منصوب. إذا هي مفعول معه؟ نعم مفعول معه. إذا صوت مفعول معه منصوب بالفتحة. كيف عرفنا وكيف فرقنا بينها وبين واو العطف؟ أول إشي، سبق واو العطف جملة تامة المعنى. استيقظت ديمة جملة تامة المعنى. استيقظت ديمة. بعد النقطة الثانية، إنه الواو هون تفيد معنى المعية أو معنى مع، وصوت اسم منصوب نعتبرها مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الجملة الثالثة، غادرت الملعب الرياضي وأذان العصر. الواو غادرت ملعب رياضي مع أذان العصر، إذن واو أفادت معنى مع، إذن هي واو المعية. كمان إيش بتبتن إن واو المعية؟ إنه سبقت وسبقها جملة فعلية تامة المعنى، غادرت الملعب الرياضي. أيضا لو إن حاولنا إن نحكي معناها هل هي تام ولا معناها يفسد أو اختل معناها، نحكي غادرت أو غادر
وآذان غادر آذان العصر، اختل المعنى. آذان العصر إذن أو العصر لا يغادر، إذن هو اختل المعنى. جملة رقم 4، كيف أنت وقطعة من ثريد؟ الواو واو المعية، كيف أنت مع قطعة من ثريد؟ إذن واو أفادت معنى مع، إذن هي واو المعية. أيضا سبق في جملة تامة المعنى مبتدأ وخبر، كيف أنت؟ وقطعة اسم منصوب، إذن هي نعتبرها مفعول معه منصوب بالفتحة. جملة رقم 5، ما لك والمغامرة؟ أيضا سبقت بجملة تامة المعنى مبتدأ وخبر، ما لك؟ المغامرة اسم منصوب نعتبرها مفعول معه منصوب بالفتحة، والواو أفادت معنى مع أو معنى المصاحبة، ما لك مع المغامرة؟ نطلع على جملة رقم 6. الجملة السادسة نشوف الواو ماذا أفادت. حضر زيد وعلي، زيد وعلي بينهما جمع ومشاركة، إذا الواو أفادت معنى الجمع والمشاركة. إذا ما نوع الواو هون؟ واو العطف. حضر زيد وعلي، إيش ثاني بثبت أنها هي واو العطف؟ علي مرفوعة، حكينا المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحركة، زيد مرفوعة وعلي مرفوعة، إذا هان الواو واو العطف. برضو هل هي معناها تام؟ حضر علي معناها تام، إذا هنا أثبتت لنا أنها الواو واو العطف. جملة رقم 7، يتنافس عمار وأريج في المسابقة. عمار وأريج، الواو أفادت معنى الجمع والمشاركة ما بين عمار وبين أريج. أيضا عمار هنا فاعل، وأريج برضه مرفوعة، أخذت حركة ما قبلها المعطوف عليه وهي مرفوعة، إذا هنا أثبت لنا إنه الواو هنا واو العطف. الحركة المعطوف على حركة الاسم المعطوف ضمه، والواو أفادت معنى الجمع والمشاركة ومعناها تام، يتنافس أو تتنافس أريج في المسابقة أو يتنافس عمار في المسابقة. أكلت الخوخة والعنب، أيضا الخوخة والعنب، الواو أفادت معنى الجمع والمشاركة، أكلت الخوخة والعنب، العنب منصوبة أخذت حركة ما قبلها المعطوف عليه النصب، إذا هنا الواو واو العطف، والعنب اسم معطوف منصوب بالفتحة. ماذا نستنتج مما سبق؟ نستنتج مما سبق أن المفعول معه اسم يقع بعد واو تفيد معنى مع أو مصاحبة. أيضا المفعول معه يكون دائما منصوبا. تمتنع واو المعية عن العطف لفساد المعنى. إذا واو المعية حكينا الفرق بينها وبين واو العطف أنه يفسد المعنى في حال شلنا المعطوف، شلنا أحد الاسمين، أو عفوا أحد الاسمين. واو العطف تفيد معنى الجمع والمشاركة زي الجمل السابقة اللي حكيناهم. الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه بالحركة، لا يوجد في العطف فساد في المعنى. وهيك أتممنا شرح المفهوم معه، إن شاء الله يكون وصل بطريقة سهلة للطلاب.